يحيى رنا، عايزكم تركزوا كويس قوي في مذاكرتكم علشان لما بابا يخرج يلاقي كل حاجة ماشية مظبوط. ما تقلقش يا مستر، ان شاء الله بابا هيخرج بالسلامة ويلاقي كل حاجة ماشية مظبوط زي ما حضرتك قلت. ان شاء الله. طيب هروح انا بقى دلوقتي الحق انام لي ساعتين كده واغير هدومي، وبعدها هطلع المستشفى اطمن على بابا واجي اطمنكم، ولمياء موجودة لغاية لما ارجع. اهم حاجة الضبط والربط، انا المسؤول هنا لغاية لما بابا ان شاء الله يرجع لنا بالسلامة. انا كمان قلت لبابا ان انا هتأخر النهاردة بالليل، يعني روح انت وما تقلقش عليهم. طب يا ولاد سلام عليكم. مع السلامة يا مستر فطين. استنى يا فطين، انا عايزك. ايوه لمياء، في حاجة؟ ايوه انا بحبك قوي. ماشي ماشي. يعني ايه فطين؟ بقولك بحبك تقولي ماشي. ايوه لمياء، عايزين اقولك ايه يعني؟ مش وقت والولاد يسمعوا. الولاد بحبك اهو. اتفضلي بقى اتفضلي. لا وقته، بس قولهالي بأداء احسن منك. انا بحبك. لا لا، بنفس بنفس. بحبك يا لمياء، بحبك. طب قد ايه؟ لا 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 يا طارق، انت وسعيد ايه ده؟ تشربوا شاي وسايبين البوابه كده هون على مصراعيه؟ لا ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، ده انتوا ناقص بقى تلعبوا طاوله. لا ما ينفعش، نركز بقى شويه. ماشي خلاص فطين، هغيركم. ما انتوا ما بتاخدوش قليل. ده فطين ده خارج من الفيلا؟ ها؟ هو ده بيتكلم مع الامن، باين ان عارفهم كويس. باين. طب يلا بينا بقى. على فين؟ هنبلغ الاستاذ. ليه؟ هو كله ايه؟ ليه؟ تعالى اقول لك بعدين. قول لي بقى احساسك ايه بعد انتحار الزوجه الثانيه؟ صباح الخير. صباح الخير يا دكتوره، لا مؤاخذه يا باشمهندس، هخطف الدكتوره منك دقيقه واحده. اسفه جدا، دقيقه واحده. ممكن افهم ايه اللي جابك العياده من غير اي استئذان؟ معلش يا دكتوره، هو سؤال واحد وبعد كده همشي على طول في السريع. اتفضل اسال بسرعه عشان الزبون قاعد. هو حضرتك يعني لو الواحد حس وعرف وتاكد ان هو بيحب حد يروح يقول له، ولا يقول لحد علشان يقول له، ولا يعمل ايه بالظبط؟ يروح يقول له طبعا. متشكر قوي يا دكتوره. الف الف شكر. يلا بقى امشي بقى. لا مؤاخذه يا باشمهندس، لا مؤاخذه، مع الف سلامه. كنت هنسى الورد. انا متشكره على ذوقك قوي، ميرسي قوي قوي. لا مؤاخذه يا باشمهندس، كنت هنسى. دي هديه مني. ممكن افهم بقى ايه دول؟ دول حضرتك يعني توليفه اغاني لجورج وسوف، عشان لو في اي زبون من عند حضرتك هنا طلبت معاه جورج وسوف تبقى جاهزه. انا متشكره قوي، بالسلامه بقى. كفايه كده. عسل عسل. لا مؤاخذه يا باشمهندس يعني، بس على فكره الدكتوره دي كده على فكره هتستريح وهتخف ان شاء الله. معلش يا معلم، قول الخطه من تاني بس عشان افهم. ستيشن، ركز معايا. ستيشن، انا اللي بشرب مش انت. معاك يا معلم. احنا هنهجم على الهنجر بتاع شيكو مدريد بحتتين السلاح اللي معانا دول. انا هخش اهدده بالمسدس وانت اوام تدور لغايه ما تعطر في الخزنه. ساعتها تيجي تقول لي، هديك المسدس انت تهدده وانا اوام هروح مفور الخزنه واخد منها فلوسي. طب يا معلم، رجالته هيسيبونا كده نعمل كل حاجه من غير ما يعملوا لنا حاجه؟ رجاله مين يا ستيشن؟ رجاله مين يا جدع؟ دول رجاله هفا. ده الواد مش ابني ياما عمل في رجالته دي. ما ينجرالك يا ستيشن، ما انت معاك مسدس، اللي يتحرك منهم خلص عليه. طب واللي ما يتحركش يا معلم؟ عنه ما اتحرك يا جدع، سيبه. كل واحد بمزاجه، عاوز يتحرك يتحرك، مش عاوز هو حر. احنا رايحين ناخد فلوسنا ونمشي. بس انا عندي مشكلة يا معلم. ايه يا ستيشن؟ ما انت عارف يا معلم، انا ما بعرفش امسك سلاح ولا ليا فيه. خلاص انا حادد وانت تدور وتفور الخزنة. برضه في مشكلة يا معلم. في مشكلة ايه تاني بقى؟ ما انت عارف يا معلم، انا لا بعرف ادور ولا افور، وطول عمرك انت وميشو اللي بتفوره. رأيك ايه يا ستيشن؟ وكل شيء هتقول لي عندي مشكلة عندي مشكلة، ما انت هتيجي معايا تعمل ايه؟ تتفرج عليا؟ أأمن المكان يا معلم وانت تدخل تهدد وتفور الخزنة؟
وتطلع الفلوس كمان. آه على أساس إن أنا بقى سوبر مان أعمل كل حاجة لوحدي. اخس 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 عرفت إن ميشو ابني بمقام 100 راجل زيك. السلام عليكم. ميشو إيه ده؟ لا ميشو إيه اللي أنا شايفه ده؟ إيه يا بابا ده؟ احنا مش قلنا خلاص مفيش شرب بعد النهارده يا بابا؟ ايه ده ايه ده يا بابا؟ انت ما بقتش صغير للكلام ده يا بابا. سيب ده سيب يا بابا. قلت سيبها يا بابا. سيب حرام عليك يا بابا. انت ما بقتش صغير وانت قاعد جنبه عم الستيشن مش تقول له لا؟ لا هات الازازه دي. لا يا بابا. لا اه طب خد. لا يا معلم معلش يا معلم معلش. سيبه سيبه عم الستيشن. بابا بيقول كده بس بيهوش يعني. ده بابا لا يمكن يعمل في ابنه حبيبه فاطينه حاجه. لا ما بهوش. اهو طلع وين؟ اهو يا تعالى يا تعالى من ورك العب. انت تعالى الحقني. انت تعالى 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 شيل المسدس. تعالى شيل المسدس. تعالى شيل المسدس. انت من ورك العب. حاضر يا بابا. تعالى انا بهوش ده بجد. ده بابا بجد وهفرغ الرصاص كله في الهواء. لا لا اهو اهو. تعالى امشي قدامي. طب خلاص السلاح يطول يا بابا. يطول ما يطول. يا ريت يطول عشان اخلص عليك واخلص منك. ابوس ايدك ابوس ايدك يا بابا. من هنا ورايح. انا من هنا ورايح. ما توجهليش اي كلام. فاهم؟ فاهم يا بابا فاهم. تحط في بقك جزمه وتخرس. حاضر يا بابا. وجزمه قديمه كمان يا بابا. عارف يا انا هعمل ايه؟ هتعمل ايه يا بابا يا حبيبي يا حبيبي؟ اقول لك هعمل ايه يا بابا؟ انا دلوقتي هقعد اشرب واخطط واسرق. ابوك حرامي. ابويا حرامي يا بابا. فاهم يعني ايه؟ حاضر يا بابا. اعترف. لا 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 يا بابا. ابوك حرامي. اعترف يا بابا. لا حرامي. ابوك حرامي. حرامي واشرب يا بابا. انت بحرف واحد. لا يا بابا براحتك. انت يا ام ولا انت يا بابا براحتك خالص يا بابا. حضرتك عايز تشرب اشرب اشرب يا بابا. لو حضرتك عايز تتجوز تاني اتجوز تاني يا بابا واشرب. حضرتك لو عايز يعني حبيت تبعت لي انا شخصيا للعمليه دي وتبلغ عني البوليسي بلغ بابا واشرب وهبعت لك رصيد لو معكش رصيد يا بابا والنبي. عارف انا عاوز ايه دلوقتي؟ ايه يا بابا امرني امرني. عاوزك تحط جزمه ستيشن عشان كبيره في بقك وتخرس. حاضر يا بابا. حاضر يا بابا. اخرس اخرس خالص اهو. انت ايه الغرب ده يا ربي؟ ايه الحلاوه دي يا باشا؟ حلوه انا سوسته؟ زي العسل يا ميشو. كانك عريس في ليله فرح. بس على فين كده يا باشا؟ مشوار مهم قوي. بقول لك يا سوسته ظبط انت بقى باقي الاوردرات النهارده ويومك النهارده بيومين. انما انا النهارده نص يوم. ماشي. طب لو حد سال عليك اقول لهم ايه؟ قول لهم ميشو خارج نطاق الخدمه. سلام. اه يا ماما البحث بتاعي اخد امتياز. الحمد لله. ما فاضلش بقى غير الجزء العملي والتطبيقي. وده ان شاء الله وانا بناقش الرساله لما يشوفوا ميشو ويشوفوا التغيير اللي حصل له. اهي ماما هكلمك بعدين. اصل ميشو جه وعايزه افرحه. ماشي سلام. شكلك مبسوطه قوي 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 قوي. البحث بتاعي اخد امتياز. ما فاضلش بقى غير الرساله. بجد؟ اه بجد. الف مبروك. الله يبارك فيك. انما قول لي قول لي هنا ايه الحلاوه والشياكه دي كلها؟ حلو مش كده؟ تجنن. والهديه بقى اللي في ايدك دي لمين؟ ليك طبعا. ليا انا؟ طب فيها ايه؟ افتحيها وشوفيها. ايه ده يا ميشو؟ ما انا بقى بعد ما فكرت وفكرت لقيت نفسي خلاص مش قادر اخبي اكتر من كده. انت رحت بقى للدكتورة عصمت فقالت لي قول. قلت بس ما يبهاش بقى انا لازم اقول. سارة انا بحبك وعايز اتجوزك. ايه؟ مش على طول. انا عارف ان انت مشغولة وانا كمان مشغول. بصي احنا هنعمل خطبة في الاول وبعد كده بقى الفرح براحتنا. ميشو انت فاهم غلط. جواز ايه وخطوبة ايه؟ انت بالنسبة لي مجرد حالة وبدرسها. حالة؟ ايوه حالة.
فعلا كنت عايزه اغيرها ونجحت في ده، واظن انك حاسس دلوقتي كويس قوي بالفرق. وبعدين ما تنساش يا ميشو ان انا ضابط شرطه وانت كنت مجرد حرامي، مش كده ميشو؟ انا فعلا دلوقتي بس حسيت بالفرق. بس عايز اقول لك حاجه، رسالتك فاشله يا حضرة الضابط، لانك بتكذبي على نفسك. اذا كنت انت نفسك مش قادره تنسي ان انا حرامي، ازاي الناس هتنسى؟ بس على فكره انت فعلا نجحت في تغييري، بس للأسوأ. انت بالنسبه لي مجرد حاله وبدرسها. وبعدين ما تنساش يا ميشو ان انا ضابط شرطه. بجرب فيك يا ميشو وبعد كده هترميك للقطط. احنا اتخلقنا عشان نتحب مش نحب. هتضربني ولا ايه؟ اكسر دماغك كمان. كل ده عشان خاطر يا ميشو. طول عمرك غلط، ولو ما رجعتش على اللي في دماغك ده يا ابني قلبي وربي هيبقوا غضبانين عليك ليوم الدين. ليوم الدين. زي القمر والله العظيم يا عم انس. بس يلا بقى عشان ما تتاخرش. كان نفسي تكون معايا. وانا كمان، بس انت عارف بقى ما ينفعش اسيب الولاد في ظروف زي دي. لو ما عملتش كده ما تبقاش فاطين ابن اخويا. سيد عامل ايه؟ انا ما قدرتش اطلع له النهارده. اسكت يا عمي، مش كان هيموتني بالمسدس والرصاص كان عمال ايه يون حوالين وداني كده اهو، وده كله علشان قلت له ما تشربش يا بابا. معلش يا فاطين، احنا لازم نستحمله برضه، لان اللي حصل له مش شويه. عندك حق يا عمي، ولو اني مش هقدر ابص له تاني، لاحسن هو حالف ان اول ما هيشوفني هيقتلني، وبيقول ان انا اللي عقدته. يلا ربنا يهديه بقى. لا روح انت بقى يا عمي وانا هخلص اكل واطلع على المستشفى. ما تنساش تقفل الباب وانت خارج. حاضر يا عمي، وحضرتك ما تنساش تسلم لي على اشجان هانم وفهم ابنها كمان. حاضر يوصل. يلا سلام عليكم. مع الف سلامه يا عمي، مع الف 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 سلامه. استنى يا عمي، ربنا ييسر لك الخير يا رب، وربنا يهديك يا بابا ويبعد عننا شر المستخب يا رب، وياخدك يا سمير. يا سمير بزهق بسرعه. يا هلا الله.
اللي هنا بوني بوني تعال يا استاذ فطين، والله العظيم ليك وحشه. تعال ازيك عامل ايه؟ ازيك يا استاذ؟ بتاكل بصاره؟ بصاره؟ لا ما بحبهاش. ولا هي كمان كانت هتعجبك. قول لي انت فين يا ابني، بقالك كتير قوي ما شفتكش. يعني ما انا الحمد لله بقى سمعت كلام عم قلس وتوبت عن السكه دي خالص وهي ماشيه. لا يا راجل، يا الحمد لله يا رب الحمد لله. عقبال عم ستيشن عشان يبقى فاضل بقى كده بابا يقوم يلاقي نفسه لوحده يقوم يتوب بقى هو كمان. الله، امال فين عم انس؟ مش شايفه يعني؟ عقبالك يا بونبوني، راح النهارده للعروسه بتاعته عشان يحدد ميعاد خطوبته. ايه ده؟ يعني انت هنا في الشقه لوحدك؟ خالص. طب غمض عينك بقى. ليه؟ عامل لك حته مفاجاه يا فطين كده. يا راجل ده انت حبيبي. ما نشوف مفاجاتك يا بونبوني. تعالى غمض عينك بقى. اهو. ايوه سلام. ايه دي؟ دي ازازه برفان دي؟ اه ده من الغالي. طب رش يا راجل، ايه البخل بتاعك ده؟ رش. ازود؟ اه يلا. ايوه تركيبه ولا جاهز البرفان ده يا بونبوني؟ يا جميل. يلا. مش عايز يا بونبوني. حلو. لا مش عايز اتغطى، مش عايز اتغطى انا. مش عايز بونبوني حبيبي. خلص يا بفس خلص. بونبوني.